عايزين بقى نعرف تفاصيل اكتر لكل ما يجرى داخل مجلس الوزراء. معانا دلوقتي عبر الهاتف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه رانيا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. جوله رئيس الوزراء النهارده زي ما شفنا منذ دقائق معدوده يعني كان فيها حرص كبير جدا على ان يكون هناك استمرار في عجله الانتاج جنبا الى جنب مع الحفاظ على صحه العمال. هل ده معناه ان رئيس الوزراء هيقوم بعدد كبير من الاجراءات التفقديه في الفتره القادمه عشان يضمن ان كل حاجه يعني كما ينبغي ان تكون؟ سفر العمل والانتاج مهم جدا في الفتره اللي جايه، لان احنا بنستنفر كل امكانات الدوله المصريه من اجل الحفاظ على صحه المواطن والحد من انتشار فيروس كورونا، لكن في نفس الوقت يجب على هذه الجهود الا تنسى جانب اخر مهم جدا، وهو استمرار العمل والانتاج، لان بدون هذا العمل والانتاج سيتاثر المواطن المصري بشكل او باخر. الكورونا في النهاية يعني آجلا أم عاجلا ستنتهي أو ستخمد، لكن عندما تخمد لا يجب أن نجد أنفسنا نبدأ من نقطة الصفر على المستوى الاقتصادي أو نرجع للمربع رقم واحد. احنا قطعنا شوط كبير جدا على مستوى الإصلاح الاقتصادي، وده اللي مكننا حاليا من بداية جني ثمار هذا الإصلاح، واللي مكننا أيضا من مواجهة الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي لكورونا. استمرار العمل والانتاج كفيل بان يمكننا ايضا ان احنا بعد ان شاء الله ما نتجاوز مرحله الكورونا ان احنا نستعيد عافيه الاقتصاد المصري مجددا، واستمرار العمل والانتاج هو اللي بيوفر لهذا المواطن باقي احتياجاته، لان المواطن زي ما هو محتاج خدمه صحيه محتاج ايضا مواد غذائيه، محتاج ادويه، محتاج كل متطلبات الحياه. بس رئيس الوزراء اللي هيكثف جهوده الفتره اللي جايه في المرور على مواقع العمل والانتاج، دي تكليفات من لكل الوزراء في كلهم في مجال تخصصه. النهارده ايضا الدكتور عاصم الجزار وزير دار مناطق العمل في مدينه العالمين الجديده، واطمأن ايضا على توافر كل الاحتياطات التي تضمن ان العمل يستمر وفي نفس الوقت نحافظ على صحه العمال. طيب لو في زيارات وما كانش فيها اجراءات احترازيه لسلامه العمال، هل هيكون في غرامات ماليه او ما الى ذلك؟ بكل تأكيد أي شركة لا تلتزم بهذه الاحتياطات سيتم توقيع يعني غرامات أو جزاءات عليها. احنا يعني عجبني جدا الشعار اللي النيوز والعديد من القنوات بدأت دلوقتي تتبناه، هو يعني يد تعمل وأخرى تكافح الوباء. ده يجب أن يكون شعار هذه المرحلة، يد تعمل، يد تنتج، يد يعني تنتج وتعمل واخرى تكافح الوباء، لان يجب ان احنا في المرحله دي نسير في الاتجاهين المتوازيين، نعمل وناخذ الاحتياطات، وفي نفس الوقت الدوله المصريه كانتها وزاره الصحه وكل اجهزه الدوله تكافح انتشار هذا الفيروس. والحمد لله احنا بكل المعايير الدوليه قطعنا شوطا كبيرا، ما زال معدلات الانتشار في المستوى الذي يمكن يكون فيه 15 اصابه كل مليون مصري، ده معدل تدني للغايه بالمقارنه بالمعدلات العالميه، ونامل ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان احنا نحافظ على هذا بل يقل عن هذا المعدل. طيب نفهم من كده ان في اجراءات بتاخدها الدوله كمان لدعم قطاع الصناعه والمحافظه على معدلات النمو اللي اتحققت في الفتره الماضيه عشان ان شاء الله تستمر حاليا وفي المستقبل؟ كان في طبعا عده اجراءات، احد هذه الاجراءات ان القطاعات المتاثره بشده من التاثيرات السلبيه لفيروس كورونا، واخص بالذكر قطاع السياحه وقطاع الطيران، يعني لهم نصيب كبير من جهود الدوله في دعم هذين القطاعين في الفتره القادمه. الصناعه بشكل عام لها نصيب وافر من الجهود التي تقوم بها الدوله، قدمنا عده حوافز للمصانع، اعفيناهم من سداد الكثير من المستحقات لفتره يعني تصل الى 6 أشهر الى حين أن تزول الآثار السلبية لفيروس كورونا. كل هذه الأجراءات تعرف أن احنا نقف بجانب الصناعة المصرية في هذا التوقيت الحرج اللي بتمر به، مش بس الصناعة المصرية، كل دول العالم حاليا بتمر بفترة حرجة تتطلب من الجميع وفي مقدمتهم الحكومات أنها تتدخل لمساندة صناعتهم المحلية.
بالنسبة للعمالة المتضررة، يعني كان في إجراءات في الفترة الماضية باتباع كل الإجراءات علشان محاولة طبعا أن يكون هناك مساعدة للعمالة غير المنتظمة. إمتى هيتم حصول العمال غير المنتظمين على المنحة المخصصة لهم؟ اعتبارا من يوم الاثنين القادم اللي هو يوم 13 ولمدة 4 أيام خميس هيتم صرف المرحلة الأولى من تعويضات المتضررين. قيمة التعويض 100 جنيه هتصرف لكل مستحق قام بتسجيل بياناته، ويعني بحط يعني كذا خط تحت كلمة مستحق، لأن الفترة اللي فاتت يعني استنفذت جهودنا في أن احنا ننقي قاعدة البيانات اللي تم تسجيلها، وجئنا بأسماء متوفين، البعض أدخل أسماء أرقام قومية لمتوفين من أجل أن يحصل على حق لا يستحقه أو مبلغ لا يستحقه، فوجئنا بأسماء أطفال عمرهم 5 سنوات مسجلين كأنهم عمالة غير منتظمة، فطبعا أخذنا يعني وقت وجهد بأن احنا ننقي قاعدة البيانات. الحمد لله نستطيع القول يعني أننا وصلنا لقاعدة بيانات كل من بها، كل المسجلين بها مستحقين بالفعل لهذه المنحة التي قررها السيد الرئيس. زي ما قلت لحضرتك بدء الصرف هيبتدي من يوم الاثنين، مقسمين على اجزاء، كل جزء من العماله المنتظمه سيصل الرساله على الرقم المحمول المسجل في قاعده البيانات، الرقم اللي هيتم الارسال من 20-30، والرساله هتتضمن ارشادات لليوم المخصص للصرف ومكان الصرف. يعني هو اي فرد هيجي له رساله من رقم 20-30؟ مظبوط. نعم، غير كده تعتبر رساله غير حقيقيه، عشان برضو نوضح بالظبط كده. اي رساله تصلك من رقم غير 20-30 فهي رساله غير حقيقيه. الرساله اللي هتصلك قبل 24 ساعه من موعد الاستحقاق، بمعنى ان المجموعه اللي هتصرف يوم الاثنين هيوصل لها الرساله بكره الحد، المجموعه اللي هتصرف الثلاث هيوصل لها الرساله يوم الاثنين، وهكذا. الرسالة بكرر تاني هتوصل من رقم 20-30، هتحدد لكل مستحق اليوم بتاع الصرف اللي هيبقى اليوم التالي مباشرة لوصول الرسالة، وهتحدد له أيضا المكان اللي هيذهب لاستلام المبلغ منه. المكان ده هيبقى حاجة من اثنين، يا إما أقرب مكتب بريد لإقامته أو أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي. وكل الإجراءات المتخذة يا فندم محطوطة بحيث إن ما يكونش فيه أي تكدس أو ازدحام. بالظبط كده، ده سؤال كويس. احنا قسمنا المجموعات، مجموعات الصرف على الايام الاربعه بحيث ان نضمن ان ما يحصلش تكدس في اي يوم. ومع ذلك لو حدث تكدس ما او احد المستحقين لم يتمكن من الذهاب لصرف مستحقاته في اليوم المخصص له، عليه الانتظار حتى نهايه الفتره اللي هي نهايه يوم الخميس 16، وهنحدد يوم اخر يروح يسلم فيه لكل من تخلف عن الصرف. سيتم تحديد يوم لصرف المستحقات لكل من تخلف عن صرفها في اليوم المحدد له. محدش يقلق لو اليوم المحدد له فات من غير ما يصرف المبلغ المستحق له. طب اخيرا سؤال اخير بالنسبه للكواليس، ما يدور داخل مجلس الوزراء عن الاستعدادات لامتحانات الثانويه العامه، هل هناك جديد حول هذا الموضوع؟ لا، يعني التفاصيل في هذا الموضوع مع وزاره التربيه والتعليم. نحن طبعا سندعم اي خطه تستقر عليها وزاره التربيه والتعليم للمرحله القادمه، كيفيه اجراء امتحانات الثانويه العامه، وبحيث ان احنا نضمن في النهايه مستقبل ابنائنا الطلاب، ونحافظ في الوقت ذاته على صحتهم وسلامتهم. نعم، بشكرك شكرا جزيلا المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على هذه الايضاحات.